أخي مرحبا، أنت شنو تحب؟ مش مشكلة. موجودين هم زوز. باهي مرحبا بكم. افتكر مش بس. صباح الخير مسيو، صباح الخير، مرحبا بيها، سهلا. صباح الخير مسيو. يا عيشك، هذه بسمة. اي بسمة، مرحبا بيك، اهلا وسهلا. اي شنو عيش. تنجم تحب تعرف بالنسبة لمنهجية تحليل النص الأدبي؟ بالنسبة لي أنا عندي مشكلة في التأليف والنقد، باهي ما باهي. نجمش بالنسبة لل نفرغ. باهي، شوف، قبل الساعة يلزم معناها ثم تمشي كامل بالنسبة لمنهجية تحليل النص الأدبي. يلزم 5 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المقدمة، بطبيعة الحال هي مرحلة تتقسم إلى 3 مراحل. فهمنيش؟ عندنا المقدمة بمعنى تتفرع إلى أولا، 1، المقدمة العامة، وهي عبارة عن تمهيد. اتفقنا؟ هو تمهيد يضع النص في سياقه المحوري. تمهيد يضع النص في سياقه المحوري، وناخذ مثال بالنسبة للجاحظ مثلا. باش نقوله معناها إذا سطع نجم الجاحظ في سماء الإبداع الأدبي الفني، فإنه كان مع ذلك رائد التفكير العلمي والمنزع العقلي. هذا وكأن بمقارنة ما بين الجاحظ الأديب الذي اشتغل بالهزل في نوادره، بمعنى كتاب بخلاء، هذا لم يمنع الجاحظ من التميز في الإبداع العقلي أو التفكير العلمي والمنزل العقلي. هكذا تمهيد، معنى مبسط، بعيد كل البعد عن الأحكام المسبقة، بعيد عن التحليل، وبعيد كذلك عن التفسير وسقوط في ما هو مسبق أو ما هو معناها مدح وتمجيد. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المقدمة الخاصة، بمعنى نمر من التمهيد العام إلى التمهيد الخاص. التمهيد الخاص، مقدمة الخاصة، بمعنى نقول المقدمة الخاصة تتفرع بدورها إلى مرحلتين. اتفقنا؟ معناها ألف، أولا يسمى التقديم المادي، وهذا على نصف نقطة. التمهيد العام 1 نقاط، هكا قلنا معناها من الأول. المقدمة الخاصة تتقسم أو تتفرع إلى قسمين، التقديم الأول يسموه التقديم المادي، بمعنى إذا كان النص مثلا الجاحظ الرسائل أو الحيوان، سنمر من التمهيد العام، مش تقول، وهو ما يتجلى واضحا في كتاب الحيوان إذا كان النص من كتاب الحيوان. فهمنا؟ تمامنا. وإذا كان النص من الرسائل، تقول وهو ما يبدو واضحا من خلال كتاب الرسائل. إذا كان الرسائل، مش تقول كتاب الرسائل. هذا تقديم مادي. لكن التقديم المادي يجب أن يتضمن ما يلي، يعني أولا الكاتب، فهمنا؟ 2، الكتاب، 3، المصدر، اتفقنا؟ ثم الجزء، بمعنى الجزء الأول، الجزء الثاني، المجلد، اتفقنا؟ عندك المرجع، هذا المصدر، وكل ما تعلق بالمصدر، في النهاية تحقيق وشرح عبد السلام هارون مثلا، بمعنى كل ما يتعلق بالتقديم المادي. هذا ألف. هنا الجزء الأول، معنى إذا كان الكتاب أو النص من كتاب الحيوان. كتاب الحيوان يتفرع إلى 7 أجزاء، فهمنا؟ كتاب الحيوان 7 أجزاء، كتاب الرسائل 45 رسالة، وكل هذا يكون مصاحبا للنص. اتفقنا؟ الجزء أو المجلد. بقي التقديم المعنوي، ما بعد التقديم المادي ثم التقديم المعنوي.
التقديم المعنوي. صفحتين ب نقول التقديم المعنوي بمعنى مش يكون فيه، مش تكون موضوع النص. تسمع فيه بسمة؟ نفاذ ب معناها التقديم المعنوي هو موضوع النص، وموضوع النص هو في علاقة بالأطروحة سواء كانت أطروحة مدعومة أو مدحوظة. مثال: إذا كان النص للجاحظ وكتاب الرسائل، معناها كيف سنفرق ما بين الأطروحتين مدعومة أو مدحوظة؟ مثال: والمرأة أرفع حالا من الرجل في أمور. أرفع بمعنى الأدوات اللغوية والتراكيب والأساليب هي التي تميز ما بين أطروحة مدعومة أو مدحوظة. إن، إنما، اتفقنا؟ صيغة التفضيل بمعنى هذه الأدوات والتراكيب هي التي تميز ما بين أطروحة مدعومة وأطروحة مدحوظة. إذا كان النص يفتتح بالأمر مثلا، الأمر أطروحة مدعوم. الأمر أطروحة مدعومة، أداة تأكيد أطروحة مدعومة، أداة توكيد أطروحة مدعومة، وهكذا. يعني الأدوات والتراكيب والأساليب التي يعتمدها الجاحظ في النص هي التي تؤكد أنها مدعومة أو مدحوظة. أطروحة مدعومة يدافع عنها ويقول بصحتها، اتفقنا؟ والمرأة أرفع حالا من الرجل في أمور. أرفع صيغة تفضيل، والتفضيل يؤكد فكرة بمعنى ثم مفضل ومفضل عليه. هذه أطروحة مدعومة. مش تقول أنت ما بعد تحديد المقدمة الخاصة والتقديم المادي، مش تمر تقول وفيها يعالج قضية أو يطرح أو يقول بأفضلية المرأة عن الرجل. تفهمنا؟ هكذا تسمى الأطروحة المدعومة. بعد مش نمر من تحديد موضوع النص بما هو مقدمة خاصة معنوية اللي هو موضوع النص إلى طرح الإشكالية. تعرف كيفاش؟ بمعنى تعرف كيف تطرح أسئلة التحليل الأدبي انطلاقا من النص ولا؟ لا باهي، أنا عندي النص، عندي مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة تكون يعني غير مرتبة منهجيا، ثم أسئلة فنية، ثم أسئلة مضمونية، ثم أسئلة نقدية غير مرتبة. نمر احنا كيما نوصلوا، قلنا بدينا واحد اثنين، معناها ثالثا بعد موضوع النص ثم الإشكالية. إشكالية. هي الإشكالية، وفي الحقيقة هي الإشكالية في علاقة بمقال، لكن هي مراكز اهتمام النص. بين قوسين سموها مراكز اهتمام النص. بالنسبة للإشكالية مش تمر بثلاثة مراحل، تفهمنا؟ أما ثلاثة مراحل، ثم ثلاثة أسئلة، ثم سؤال فني أول سموه سؤال فني، بعد سؤال مضموني، ثم سؤال نقدي. سؤال فني، سؤال مضموني، سؤال نقدي. بالنسبة إلى الجاحظ نموذجا أو مثالا، مش تقول فما هي الجاحظ يعتمد على خطة حجاجية مدروسة هكا ولا؟ يعني ثم تمشي منهجي في علاقة بالنص. ما دام الجاحظ قد اشتغل على التفكير العلمي والمنزع العقلي، إذن سنبحث عن تجليات النزعة العقلية في النص المدروس. هكا. إيه؟ إذن السؤال الأول سيكون في علاقة بالخطة الحجاجية، معنى السؤال الفني: فما هي الخطة الحجاجية التي اعتمدها الجاحظ في النص؟ فما هي الخطة الحجاجية التي اعتمدها الجاحظ في النص؟ هكذا سيكون سؤال فني ومدروس. السؤال الثاني سؤال مضموني. كنقول سؤال مضموني بمعنى في علاقة بهندسة بناء النص، الخطة الحجاجية، الأساليب، ثم القضية المطروحة. ثم قضية، أي نص حجاجي سيطرح قضية. مش نقول وما هي الأساليب، بمعنى هنا بالنسبة للسؤال المضموني، وما هي الأساليب والحجج الموظفة للإقناع بوجهة نظره أو
بالأطروحة المدعومة أو المدحوظة. السؤال، نأتي إلى السؤال الثالث اللي هو سؤال نقدي، هذا يحتاج إلى الانتباه. تسمع فيه يا بسمة؟ باك. السؤال الأخراني اللي هو هذا سؤال نقدي. سؤال نقدي لابد من الانتباه إلى النص، ثم أسئلة تأتي معناها مذيلة للنص، يعني تجي في آخر النص. إذا كان السؤال مسبوق ب هل أو إلى أي مدى، هل أو إلى أي مدى، هنا يجب إعادة طرح نفس السؤال. السؤال هذا يطرح كما ورد، هل يمكن إلى أي مدى، مثلا إلى أي مدى بدا الجاحظ مقنعا شكلا ومضمونا، أو هل كان الجاحظ مقنعا. في الأغلبية ما دام النص ينزع نزعة عقلية مش يكون السؤال فإلى أي مدى، بمعنى فإلى أي مدى كان الجاحظ مقنعا شكلا ومضمونا أو فنا ومضمونا. ده السؤال الثالث اللي هو إلى أي مدى. إيش قاعد عندنا؟ بمعنى كملنا احنا تو، بمعنى عدنا المقدمة تكون متكاملة بهذه الطريقة، فيها تقديم عام، فيها تقديم خاص، فيها الإشكالية. أنت سألتني قلت لي عندي إشكالية ما نعرفش نفرق ما بين التأليف والنقد، وهكا ولا؟ باهي باهي. شفت السؤال الأخير هذا، هل أو إلى أي مدى؟ السؤال هذا إذا كان مصحوبا معناها للنص، معناها مذيل للنص، موجود في النص، هذا نجيب عنه في النقد الخارجي، ما هوش داخلي، لأن يعني بعرف شنو وصل النقد، النقد الخارجي، مرحلة النقد الخارجي، بمعنى سنجيب عن السؤال هذا، يعني ما بعد الداخلي سنقيم تجربة الجراحة بالنسبة للمنزع العقلي، هل كانت تجربة ناجحة أو هي تجربة محدودة. ما دام معناها جاحظ وفق وتعثر في نفس الوقت، إذا هذا السؤال نجيب عنه في النقد الخارجي ما بعد النقد الداخلي. باهي، مش نمرو ما بعد التقديم، مش نمشي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة بناء الجوهر والتحليل. مرحلة بناء الجوهر والتحليل. باهي. المرحلة هذه بدورها تتفرع إلى مرحلتين، متفقين؟ يعني مش يكون فيها المرحلة الأولى هي مرحلة التفكيك، واحد أولا ما بعد المقدمة في مدخل الجوهر يجب بمعنى أن نفتتح التحليل بتفكيك النص، لا يمكن تحليل النص قبل تفكيكه، اتفقنا؟ معناها عادنا مرحلة التفكيك، التفكيك بمعنى تحديد وحدات النص. النص الحجاجي، تعرفش النص الحجاجي إلى كم من وحدة يقسم؟ ثلاثة ساعات. يعني عدنا بما دام النص نص حجاجي يخضع إلى هندسة البناء ثلاثية الهيكل، ما واضح هذه قاعدة، أي نص حجاجي يخضع إلى هندسة بناء ثلاثية الهيكل. عدنا ألف، ألف مش يكون عدنا معناها كي باش ناخذه، لكن شوف لا يمكن هكذا الدخول في التفكيك مباشرة. ماذا يجب؟ يعني يجب الاعتماد على أسلوب خاص ومخصوص هو الذي يربط ما بين مرحلة التقديم ومرحلة التحليل. مش تقول إن المتمعن في النص أو إن المتأمل في النص أو إن المتتبع للنص هكذا يلاحظ أنه مقالة كلامية جدلية، أول جملة، لأنه النص حجاجي يعني هو عبارة عن مقالة، وهذه المقالة مش تكون مقالة كلامية جدلية، فيها جدل، فيها ثم مشكل، ثم قضية مطروحة. مقالة كلامية جدلية أقامها الجاحظ على هندسة بناء ثلاثية الهيكل. وتتفرع، مش ناخذه، ما دام قلنا وتتفرع إلى، مش تحط نقطتين، تاخذ ألف، بمعنى مش ناخذه من اللول، مش يكون عندنا الأطروحة. تتفرع إلى، بمعنى وتتفرع إلى مقطع أول، مش يكون عندي إلى مقطع أول، ويمثل الأطروحة. وهنا لابد من الانتباه، هل أن الأطروحة مدعومة أو هي مدحوثة؟ احنا اتفقنا من الأول ثم أطروحة مدعومة، مثلا إذا كانت أطروحة مدعومة
قلنا روح مدعومة تقول بي، اللي هي معناها تعطي عنوان لتروح. سمعتني؟ وتمتد من إلى، يجب تحدد أنت وتمتد مثال، وتمتد من بداية النص إلى قوله. قوله لأن بمعنى أول نقطة بالنسبة إلى الفقرة الأولى هي القسم الأول من النص. ومقطع ثاني بطبيعة الحال، ومقطع ثاني يمتد من اللي بمعنى الفقرة التي تلي القسم الأول إلى نهاية، بمعنى إلى نهاية النص دون احتساب الفقرة الأخيرة. يعني النص مقنع يتفرع إلى بنية ثلاثية الهيكل، كان عندي الأطروحة في البداية، المستوى الثاني نستثني منه الاستنتاج، وبالتالي مش يكون عندي أطروحة بعدها سيرورة وبعد استنتاج إلى قوله، مش يكون هذا معناها كذا. ويمثل السيرورة الحجاجي، بمعنى هذه ويمثل السيرورة الحجاجية اسم البرهنة والاستدلال. هاي قسم البرهنة والاستدلال، لأنه بكل بساطة القسم الأول هو الأطروحة يعني الفكرة المطروحة، القسم الثاني السيرورة الحجاجية، وهذا العنوان بمعنى السيرورة الحجاجية عنوان قار لا يتغير. قسم البرهنة والاستدلال هو عنوان قار في أي نص، لأن القسم الثاني لا يعنون، هو قسم غايته الأولى هي البرهنة الاستدلال، هو قسم وظائفي يسموه قسم البرهنة والاستدلال. لينغلق النص، لأن يبقى عندنا الفقرة الأخيرة بتبعتها محددة، لينغلق النص باستنتاج خاتم أراده الجاحظ، مثلا أراده الجاحظ للتأكيد على الفكرة الأولى المطروحة في القسم الأول تؤكد في القسم الثالث والأخير. يعني مش مر عندنا مرحلة أولى هي مرحلة الطرح، مرحلة ثانية مرحلة الاستدلال، والمرحلة الأخيرة اللي هي مش يكون عندنا قلنا ألف الأطروحة، هذا هي باء سيرورة، والجي هي الاستنتاج. الاستنتاج فهمنا؟ قلنا الاستنتاج هو يشمل بقية النص. لو كان حاوصله بالنسبة للتفكيك، عندي الفقرة الأولى اللي هي مش تكون معناها واضح، هذه يسموها الأطروحة. أطروحة. الأطروحة. الفقرة الأخيرة. استنتاج. صح، عدنا واحد الأطروحة، ثلاثة الاستنتاج. ما باقي بيناتهم الاثنين مش يقعد. صح، السيرورة الحجاجية، هذا اثنين ثانيا السيرورة الحجاجية. هكذا مش يكون نص، يعني عندي الفقرة الأولى اللي هي الأطروحة، ثانية بكل بساطة مش يكون سيرورة حجاجية، وما بقي مش يكون هو الاستنتاج. معنى هكذا واضح. الآن ايش عندي؟ عندي ثلاثة وحدات، قسم أول أطروحة، قسم ثاني استنتاج سيرورة حجاجية، وقسم ثالث وأخير هو الاستنتاج. مش نمر المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحليل. اتفقنا ما بعد التقديم ثم التحليل، سناتي الى مرحله التحليل اللي هي لانه عندي في القسم الاول واحد روماني اثنين روماني، مرحله بناء الجوهر والتحليل يتفرع الى مرحلتين. يعني ثم عندي الف التفكيك، ثم مش ناخذ المرحله الثانيه هي مرحله التحليل. ايه ما عندكش اشكاليه بالنسبه للتحليل؟ لا واضح. يعني عندي أطروحة، بعدش عندي سيرورة، بعد عندي استنتاج. الأطروحة تحلل أسلوب، أسمعني، أسلوب الأطروحة موضوحة ثم نوحة، ثلاث حاجات. أسلوب الأطروحة اللغة التي اعتمدت، إذا كان نص بمعنى أطروحة مدعومة ستكون مصحوبة بأدوات إثبات وتأكيد أو تفضيل أو أمر، هذا الأسلوب. النوحة
هل هي مدعومة أو مدحوذة؟ ثم نوعين فقط. أطروحة، أطروحة. موضوع الأطروحة، ماذا يمكن أن يكون موضوع الأطروحة؟ يعني مربوط بالقضايا. هل هي أطروحة بمعنى هل أن النص يعالج قضية ثقافية فكرية أو قضية اجتماعية أو قضية سياسية أو قضية دينية؟ يعني الأطروحة لا تخرج من هذه القضايا المطروقة بالنسبة للجرح. فهمنا؟ باهي، إيش قاعد عندنا؟ القسم الثاني ما بعد بمعنى التحليل، الأطروحة تحل الأطروحة ثم تغلق بما يسمى التأليف الجزئي، وهكذا يمكن القول. فهمنا؟ بعد السيرة الحجاجية، تفكك السيرة الحجاجية من خلال البحث عن أهمية الحجاج الموظف في النص، ثم أهمية الأساليب والأدوات والتراكيب، ثم تغلق بما يسمى تأليف جزئي اثنين، ثم نمر للاستنتاج. الاستنتاج يحلل بنفس طريقة تحليل الأطروحة، يعني انغلق النص باستنتاج خاتم أراده الجاحد لي مثلا هكذا، ونعاود نأكد فيه على ما جاء في قسم الأطروحة. اتفقنا؟ أها. به بعد كملناش التحليل، تو مش نمروا للسؤال. انت سألتني سؤال من البداية، قلت لي عندي إشكالية بالنسبة للنقد والتأليف. أنا حبيت معناها انطلاقا من المقدمة بعد كيفاش نمروا كيفاش نمروا للتحليل، لأن لا يمكن بمعنى النجاح في هذين المرحلتين اللي هما التقويم والتأليف إلا إذا عرفنا كيف تعاملنا مع المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحليل. نوصل ثالثا إلى ما يسمى النقد. شوف بس، النقد ينقسم إلى قسمين. في واحد النقد الداخلي، ثبت فيه يعني هكذا يلزم ننتبه. النقد الداخلي في علاقة بالنص، ونؤكد فيه على أهمية المنزع العقلي والتفكير المنهجي والمنطقي بالنسبة للنص. فهمنا؟ يعني كتقول النقد الداخلي، أولا يجب اعتماد أسلوب يدل على أننا انتقلنا من مرحلة التحليل إلى مرحلة النقد. مثال مش تقول هكا، إذا رمنا تقييم النص من وجهة نظر نقدية فنية ومضمونية، يمكننا القول. تفهمناش؟ يعني عادنا ألف مكاسب النص، مكاسب النص الفنية، نقول مكاسب النص الفنية، وبالتالي هنا مكاسب النص الفنية التأكيد على أهمية التكامل ما بين أفق شوي ما بين الخط
معرفش مسجل فيديو. اخرين هذوما، صباح الخير، مرحبا بيك. خلينا نشوف شكون هذيك. صباح الخير. صباح الخير، تنجم تحل الميكروفون. اللي يحب يتكلم ويتواصل معنا ينجم يحل الميكرو. الو، صباح الخير. الو، صباح الخير يا مسيو، مرحبا يا رسال. ما صباح زلت الخير. نجرب ما نعرفش نستعمل وذاك عليه. هكا تحل الميكرو وتنجم تسمعي. شنو تنجم تسأل؟ شنو الحاجة ماكش فاهمها؟ بالنسبة تو لي ما خليت، اي ما زلت ما نعرفش. باي، شوف، كانت حاب تسأل حاجة. احنا بالنسبة للدرس هو مخصص لمنهجية التحليل النص الأدبي، وبالتالي لاحظ هو نموذج، اوكي فهمت. فهمت؟ معناها المراحل اللي هما 5 مراحل. إذا كان عندك إشكالية بالنسبة إلى التقديم، ولا مرحلة التفكيك، ولا مرحلة التحليل، ولا النقد، ولا التأليف، ولا كيفية بناء الخاتمة، معناها عندنا 5 مراحل. من المرحلة الأولى هي مرحلة المقدمة، المرحلة الثانية مرحلة التحليل، التحليل يتفرع إلى 1 2. أولا كيفاش، بمعنى كيف ننجح في تفكيك نص حجاجي. 2 كيفية التحليل، على أساس التفكيك يكون التحليل، بعد النقد، فهمنا، ثم التأليف في الخاتمة. أقع عندي 5 مراحل، قولي شنو هو الإشكالية أو معناها مش الإشكال بالنسبة لهذه المراحل الـ5، باش يكون النص أو التحليل الأدبي تحليلا متكاملا وناجحا. تسمع فيا أحلام؟ اي نسمع فيك يا مسيو. أي شنو تحب تسأل؟ علاش قدامي طلعت لي كان الصفحة نتاع النقد الداخلي؟ انا توا اللي كنت معاهم وصلت للنقد الداخلي. اي، تعرف شنو فهمت. انت عندك معناها فكرة على كيفية النقد ولا انت تحب ترجع من الاولى؟ في بالي هكا شنو نرجع. هاي انا انت شو عندنا؟ احنا عندنا اول حاجة المرحلة الاولى هي مرحلة المقدمة. انت عندك اشكالية، ما نتصورش عندك اشكالية بالنسبة للمقدمة. لا فهمتها هاي هذيك. صحيح، معناها عادنا احنا كالعادة عادنا بالنسبة للمقدمة هكا ولا تشوفيها ولا اي المقدمة تتفرع فيها 1 2 3. معناها اولا عندنا 1 ثم 2 ثم 3، هذا اللي هو التقديم، معناها هذا اسمه المقدمة العامة. المقدمة العامة، بعد المقدمة الخاصة، وبعد عندنا الإشكالية. تفهمناش؟ بالنسبة هاي للمقدمة العامة، بمعنى لازم تكون تمهيد عام، لازم تمهيد عام. وكي نقوله تمهيد عام، بمعنى تمهيد يضع النص في سياقه المحوري. وإحنا شنو محورنا؟ هو المنزل العقلي في مؤلفات الشحذ. فهمنا؟ هاي
المنزل العربي مؤلف. إذن التمهيد يجب أن يتمحور حول الجاحظ والمنزع العقلي في كتابة الجاحظ، ما هوش الفن والأدب أو البلاغة النادرة والبخلاء، النزعة العقلية. فهمنا؟ التمهيد عام حول أهمية تجربة الجاحظ العلمية بما هو رائد التفكير العلمي والمنزع العقلي. يعني كن مهدو باش نقولوا مثال، لأن انشغل العرب قديما بالشعر مثلا فأبدعوا، فإنهم لم يغفلوا عن الاهتمام بالتفكير العلمي، إذ تنوعت الكتابات واختلفت، ومن بينها أعمال أبي عثمان الجحظ صاحب كتاب الحيوان. بطبيعة الحال مش يكون هذا، وهو مصنف ضخم اجتمعت فيه عديد القضايا والمشاكل، ومنه أخذ النص. شفت كيفاش مهدنا بطريقة مبسطة؟ فهم؟ هذه المقدمة العامة، يعني كيف نقدم دون أحكام مسبقة ودون تحليل. يعني احنا المحور الأول هو الشعر، أنا انطلقت من الشعر مشيت للنثر، ومن النثر اتجهت في اتجاه التفكير العلمي المنزل العقلي وإليه ينتمي الجحظ. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المقدمة الخاصة، تعرف تعمل مقدمة خاصة ولا؟ أي ما هو إذا كان موضوع تعاود إعادة صياغة الموضوع. احنا نحكي عن المنصرة أحلام. النص. النص يعني النص مقدمة خاصة. شوف فيك كيفاش تعمل، يعني النص فيه ألف، مش ما تغلطش، يلزمك تفرق بين نص ومقال. أولا بالنسبة للنص، أولا هذا يسموه التقديم المادي، هذا التقديم المادي، بعد التقديم المعنوي، نفرق بيناتهم. التقديم المادي المقصود به بمعنى النص اللي هو هل هو نص حجاجي أم نص نثري. احنا عدنا المنزل العقلي نصوص حجاجية، مش تقول نص حجاجي، نوع النص نص حجاجي، ثم أخذ من الآثار اللي مش نرجعوا له، هل هو كتاب الحيوان أم كتاب الرسائل. بعد تقديم مادي باش يكون عندنا الكاتب، بمعنى تقديم مادي الكاتب والكتاب والمصدر، المجلد الأول أو الجزء الأول، لأنه كتاب الحيوان 7 رسائل، الرسائل 45 رسالة، مع كل هذه المعلومات. ثم تحقيق على سليم هارون، كل هذا سيكون بمعنى مذيل للنص في آخر النص، تسمع فيه. أي وبعد عندك التقديم المعنوي اللي هو موضوع النص، تقديم المعنوي موضوع النص. كنقوله موضوع النص موضوع اللي هو موضوع الأطروحة. القسم الأول من النص، الفقرة الأولى، ستكون لها علاقة بأطروحة الكاتب، بمعنى القضية المطروحة، وانطلاقا من القضية المطروحة يطرح موضوع النص. تفهمنا؟ بعد عندك مرحلة ثانية، المرحلة الثالثة أو الثانية بالنسبة للمقدمة الخاصة، عندنا تقديم مادي بعد تقديم معنوي، ثم نمر للإشكالية. عندكش إشكالية في الإشكالية؟ لا واضح يا مسيو. باهي، اللي هم 3 مراحل، ثم سؤال فني، سؤال مضمون، سؤال نقدي. باهي، المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هم 3 أسئلة، مثال: فما هي الخطة الحجاجية الموظفة في النص؟ وما هي الحجج والأساليب المعتمدة للإقناع بالقضية؟ يعني مش تذكر القضية، مثال: بأفضلية المرأة عن الرجل مثلا، بأفضلية الإنسان عن سائر الحيوان. هكذا هي قضايا تطرح في النص. أخيرا، وإلى أي مدى وفق أو إلى أي مدى كان ناجحا شكلا ومضمونا أو مقنعا أو موضوعيا. لماذا هذه الأسئلة تطرح؟ لأن الجاحظ في أغلب النصوص لا يمكن أن يكون موضوعيا ومحايدا. علاش؟ لأنه في علاقة بالمعتزلة، لأن الجاحظ يدافع عن الفكر الاعتزالي، إذا لا يمكنه أن يفصل ما بين الذاتي والموضوعي. فهمنا؟ بعد مش نمشي المرحلة 2 اللي هي مرحلة ثانيا، مش نمره اللي هي من 1 روماني إلى 2 روماني. المرحلة الأولى 3 نقاط،
المرحلة الثانية فيها 6 نقاط، اللي هي مرحلة بناء الجوهر والتحليل. في مرحلة بناء الجوهر والتحليل مش يكون فيه؟ مش يكون فيها أولا تفكيك النص، تفكيك النص كالعادة، عند بمعنى بالنسبة للتفكيك يمر ب3 مراحل، بدأ من النص نصا حجاجيا، إذا مش يكون فيه أطروحة وسيرورة واستنتاج. عندك سؤال بالنسبة للقسم الثاني هذا؟ لا واضح. يعني عندك المرحلة الأولى باش تحلل الأطروحة، المرحلة الثانية نحللوا السيرورة، والمرحلة الثالثة نحللوا الاستنتاج. كيفاش نحللهم؟ يعني القسم الأول أسلوب عرض الأطروحة، الأسلوب هكا نقول أسلوب العرض الأطروحة، يعني اللغة المعتمدة في الأطروحة. بعد نوع الأطروحة، هل هي مدعومة أو مدحوضة؟ ثم 3 موضوع الأطروحة، علاش تحكي، شنو القضية المطروحة؟ قديش عندنا من قضية يعني في الجهد؟ تقريب 4 قضايا. 4 قضايا صحيح، يعني قضايا اجتماعية، قضايا ثقافية، وقضايا مش تقريبا، لازم يكونوا واضحين. يعني عندك 4 قضايا، عندك قضايا اجتماعية كما قضية الميز بين الألوان البيض والسود، وقضية الميز ما بين الأجناس الرجل والمرأة، وثم قضايا اجتماعية كثيرة بالنسبة إلى مجتمع الجاحظ، طبقية إلى آخره، ثم قضايا ثقافية فكرية وهي عديدة، ثم قضايا دينية والجاحظ يدافع عن الفكر الاعتزالي، ثم قضايا سياسية بحكم انتماء الجاحظ لي يعني عائلة الرشيد وابناء هارون الرشيد، وبالتالي هو سيميز هذه العائلة عن الدولة الأموية الثانية به. يعني عندنا 4 قضايا، إذا مش تاخذ أنت أول حاجة سنحلل الأطروح، أسلوب عرضها، موضوعها ونوعها. بعد ثم تأليف جزئي، مرحلة ثانية كنمروا معنا ثم معنا بعد التفكيك عندنا تأليف جزئي 2. أولا ما بعد تحليل الأطروحة ثم تأليف جزئي أول، وبعد عندنا تحليل السيرورة الحجاجية، يعني أنواع الحجج المعتمدة، الأساليب الموظفة، وكيف أقنعنا الجاحظ حجاجيا بوجهة نظره. بعد ثم تأليف جزء ثاني، ويغلق النص بتحليل استنتاج. الاستنتاج غالبا ما يكون موظف لغاية الإقناع، وحمل المتقبل ونقصد به دفع معناها المحجوج اللي هو الطرف المقابل إلى التسليم بوجهة نظر الكاتب دون غيرها. تفهمنا؟ هذوما 3 مراحل. باهي، بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة النقد، عندك سؤال بالنسبة للنقد والتقويم؟ تسمع فيه أحلام؟ اي نسمع فيك يا مسيو. أي المرحلة الثالثة هذه مرحلة النقد، عندكش معها إشكالية؟ مانيش فاهمتها بالكدا مرحلة النقد. ماكش فهمتها؟ به اسمعني، شفت النقد يمر بمرحلتين، ثم نقد داخلي، كنقولوا نقد داخلي هو نقد في علاقة بالنص، يعني النص المطروح والمطروق معناها هذا النص اللي هو معناها نص للجاحظ، اللي هو نص موجه للتحليل، اللي هو الامتحان، اللي هو بمعنى نص يطرح في نهاية السنة. باهي، إلى أي مدى كان النص مستجيبا لشروط النص الحجاجي؟ أنت مش تعطي أي نص حجاجي وموجه للامتحان سيكون نصا ناجحا من حيث المنزع العقلي والتفكير العلمي. إذا مش تقول يعني مش تعطي قيمة النص، سنؤكد فيه على أهمية النص حجاجيا، يعني الخطة الحجاجية التي اعتمدها الجرح، الأساليب التي تخيرها، والحجج التي رتبها وفق تمشي منهجي، يعني كيف تصرف الجاحظ من حيث هندسة بناء النص، من حيث اعتماد الأساليب، ومن حيث تخير الحجج وترتيبها بطريقة تفاضلية. كل هذا ماذا يقدم؟ هذا بمعنى يمكن في النهاية من إنجاح النص وإنجاح الخطة، وكذلك إيصال القضية بطريقة أراد الجاحظ أن تكون يعني مقنعة.
فهمنا. أحلام، وين ستيفن نسمع فيك؟ يعني القسم هذا يلزم نأكد فيه على أهمية النص من حيث الحيجيج، فهمنا؟ يعني النص أقنع، وبالتالي يبدو نصا متماسكا، يجب أن نؤكد على التماسك في النص والإقناع، فهمنا؟ معناها أول ما يجب التأكيد عليه بالنسبة للتقديم أو ما يسمى النقد الداخلي قبل الخارجي هو المكاسب، يعني مكاسب النص. النص بمعنى متكامل، متناسق، متناغم، وبالتالي أخرج إخراجا متماسكا ومتحدا وقادرا على الإقناع، فهمنا؟ هذا بالنسبة لي النص الحجاجي ونقده نقدا داخليا. بعد النقد الخارجي نركز فيه على الحدود، حدود النص. يعني القسم الثاني هو حدود النص، لأنه الجاحظ في النهاية دي منقوله لكل تمام النقصان ولكل جواد كبوة، معناها النص في النهاية له بعض الحدود، لا يمكنه أن يكون دائما نصا مقنعا. حدوده، لأن الجاحظ لا يقدر على أن يفصل ما بين الذاتي والموضوعي. وإذا كان النص فيه بعض الإقناع مثل القضايا الاجتماعية والقضايا الثقافية، يمكن أن نقارن ما بين نص اللي هو موضوع الامتحان ونص آخر، فهمنا؟ أي واضح. باش قاعد عندنا التأليف، التأليف مسألة تقليدية، لأنك يعني في النهاية التلميذ ماذا يفعل في القسم التأليف؟ يحوصل ما قيل بالنسبة إلى الأساليب والخطة الحجاجية والتقنيات الموظفة كاملة خلاصة، ثم هذه تسمى خلاصة فنية، يمر الخلاصة المضمونية، الخلاصة المضمونية القضية المطروحة دون الاعتماد على ضمير الأنا المتكلم، لأن النص، لأن التأليف لا نصدر فيه الأحكام. هو الفرق، ما الفرق ما بين التأليف والتقييم؟ التقييم واضح اللي هو نقد، والتأليف هو حوصلة، يعني خلاصة الاختيارات الفنية أولا وخلاصة القضايا أو القضية المطروحة ثانيا. اتفهمنا؟ تسمع فيا؟ اي شوف لي بعده. اي اي شوف شو اسمه. حل مكروه، عايش، صباح خير. مرحبا، صباح خير. وحليد وسيبو، صباح الخير. اهلا صباح وسهلا، الخير مسيو، عايشك؟ صباح خير، مرحبا. ايوه، شنو عندك ما تسأل؟ عايشك مسيو. احنا بالنسبة انا لل توك حليت، ما زلت هاي بالنسبة للبرنامج، منهجية النص الأدبي وجاحظ نموذجا، يعني بالنسبة للمراحل اللي هما مرحلة التقديم، لازم نكون ناجحين فيهم. مرحلة التقديم مرحلة ثلاث، بعد عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة المقدمة، تعرف اللي هي 3 نقاط فيها العام والخاص والإشكالي. الإشكالي بصريح العبارة هي مراكز اهتمام النص، لأن الإشكالية بمعنى مصطلح يطلق على المقال به. بقي ما بعد التقديم، عدنا بعد المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التفكيك والتحليل، بعد النقد بقسميه الداخلي والخارجي والتأليف فنيا ومضمونيا، ثم الخاتمة. وتعرفون أن هذه المراحل يجب أن تحترم ليكون بمعنى العمل متكاملا والعدد كذلك. أيوة، عندك شيء استفسار ولا حاجة؟ تسمع فيها أي عائشة؟ كلام مسيو خديجة، ما زلت نسمع فيك. ايه أي
ما تفهمين. اي كان عندك سؤال هكا مازلنا موجودين على المباشر، وشوف اذا كان ثم اشكاليه معينه خاصه بالنسبه للتمييز ما بين مرحلتي النقد والتاليف. فهمتك. فهمنا ثم فرق بين النقد وبين الالف. اي كان عندك بعض حاجه هاني مازلت موجودين ومرحبا بك. اي ايه عندك هذه ما بزين ما شفناهاش تقريبا. أي مرحبا بكم. بالنسبة للبرنامج اليوم هو التحليل منهجية أو منهجية تحليل النص الأدبي، واعتمادا على الشاحظ نموذجا، ونرحب بجميع الأسئلة إذا كان ثم إشكالية بالنسبة إلى التعامل مع هندسة بناء النص الأدبي، وهي هندسة تخضع إلى 5 مراحل متكاملة. مرحلة التقديم أولا، ومرحلة التحليل بقسميه التفكيك، ثم التحليل ثانيا، ثم نصل ثالثا إلى النقد وإبداء الرأي في النص داخليا وخارجيا، ثم رابعا مرحلة التأليف، والتأليف يخضع إلى مرحلتين هو الآخر، الخلاصة الفنية مع الخلاصة المضمونية، لنصل في النهاية إلى خاتمة وتمر ب3 مراحل مثل المقدمة تماما إجمالا، ثم إبداء الرأي والموقف من النص، وفي النهاية فتح آفاق. فإذا كانت هناك بعض الأسئلة الحائرة أرحب بالجميع. بالنسبة للدرس القادم هو عمل تطبيقي في المباشر يخص نص من رسائل الجاحظ، بمعنى كيف سنقدم، ثم كيف نفكك، وكيف نحلل، ثم كيف ننقد، وكيف نصل إلى الخلاصة الفنية والخاتمة. وإذا كان ثم بعض الأسئلة لاحقا أرحب بالجميع. إذن أشكر جميع تلاميذ الرابعة آداب، إن شاء الله نلتقي لاحقا، وسنقدم برنامج كامل وشامل بالنسبة إلى التمشي المنهجي، خاصة بالنسبة إلى المقال الأدبي، ويتفرع إلى قسمين: مقال تحليلي سنرى كيف نتعامل معه، ومقال جدلي سنرى كذلك كيف نتعامل معه، ثم سأقدم لكم ما يتعلق بالنقاش وكيفية المناقشة وأنواع النقاش، كيفية قراءة المحتوى المطلوب، ثم كيفية التعامل مع صياغ المواضيع وأنواع المطلوب بصفة عامة. فإن شاء الله سنلتقي لاحقا، وشكرا. المعلومات تجدونها على صفحة المربي والفيسبوك وكل المواقع المخصصة لهذه الحصة وغيرها، وشكرا.